بس في بوست قريته، انا عارف طبعا الحياه الشخصيه دي حاجه بتاعتك انت بس وبتاع، لا ودي اسمع حاجه محترمه اسمع. جدا يعني، بس قريت انا بوست شخصيا مكتوب كده شيري عادل زي ما عرفناها من زمان زي ما هي، مش من زمان قوي طبعا، من سنتين بس، بس اللي هو زي ما هي ايه ده، ممثله لا محترمه. كتير، انا قلت لا لا من زمان، ممثله سنتين، محترمه، ممثله بتحترم جمهورها في حياتها الشخصيه وفي حياتها ايه ده العامه لسه. في كل حاجه، حتى في انفصالها ما بنسمعش الحمد اي لله كلمه، كل حاجه بتحصل بالذوق بالاصول الحمد من غير لله اي حاجه. بتشوف الكلام ده ازاي؟ بحمد ربنا دايما، بقول الحمد لله انه ان الواحد ما بيخشش في مشاكل، ان الحمد لله ان ان ان, إن الواحد ما بيعملش حاجه لحد ولا حد بيعمل له حاجه، ان الامور بتبقى كويسه وفي احترام. دي اهم حاجه في الموضوع، يعني اهم حاجه ان الواحد ما يبقاش لا بيضايق حد ولا يزعل حد، عشان حتى ما حدش لا حد يضايق على حد ولا حد، يعني ان الناس تبقى حتى لما تفتكرك بالخير، ان سيرتك تبقى حلوه حتى مع الناس اللي بينك وبينهم اختلافات في وجهات نظر في حاجات. لا ممكن تبقى يقولوا بس لا، يعني انا اتكلم مع الناس كويس وما يتكلموا عليا، فانا بحس ان السيره دي اهم حاجه. ما انا أيوة. بحس كده انه تبقى سيرتنا حلوه احسن من اي حاجه تانية.